فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب علي إذا رأيت من أخي المسلم، إذا رأيت منه خطأ، هل يجب علي أن أنصحه إن استطعت، أم أتركه على أخطأ؟ لا، لا تتركه على خطأه، هو سيحاسبك يوم القيامة أنك رأيته على خطأ ولم تنبهه، فنبهه، احتسب الأجر ونبهه، خذ بيده إلى الخير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.